ولحظات وانطلقت الآن جياد الإنتاج السعودي لجميع الدرجات عمر السنوات في شوطها الثالث على جائزة النادي التقديرية وعلى مسافة 1400 متر قيمة الجائزة 60,000 ريال وبمشاركة كل من ولد وهو بلادي وغيدان وغاية عصفان وهرماس وأبحاث وبنت السائلة والسلمية وفضغوش والقرة ومهمار وتشريف وفتى المات والمتكاتف والقرة في الصدارة الآن صدار الآن للقرة ومتابعة أيضا من الجواد ولد في المركز الثاني الآن القرة المركز الأول ولد الثاني وهو بلادي المركز الثالث وكما تشاهدون تأخذ الآن الجياد المنعطف ما قبل الأخير لها في هذا الشوط والصدارة للقرة واقتراب من قبل هوا بلادي مع ولد الآن في المركز الثاني والمنعطف الأخير باتجاه خط النهاية وولد القرة هو بلادي ولد الآن في الصدارة يتقدم وأيضا بمتابعة ومنافسة هو بلادي للجواد ولد المتصدر الآن ولد وهو بلادي والتنافس ثنائي على الصدارة وهو بلادي للمركز الأول هوا بلادي للمركز الأول بقيادة الخيال راموس يبتعد هوا بلادي إلى خط نهاية معلن فوزه بجائزة النادي التقديرية لإسطبل الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز ألف مبروك.